معهد عالي مفتوح وعلى مصراعي يلاقي طلابه بالمشاكل، فكيف به المعهد العالي أغلق وأُئد، فكيف به أن يستمر وبأن تكون الشهادات لها مصداقية؟ هذا المؤتمر طبعا احنا نقول فيه على أن إغلاق المعهد العالي أنها للأسف خطوة رجعية، خطوة للأسف لم تكن متوقعة من الجهات الوصية التي ينبغي أن تسرع على المعهد العالي بصفتهم تخرجوا من المعهد العالي سواء الإدارة أو الوزارة. ينبغي الخطوة التي كانت تنتظر أن يطور المعهد العالي وأن يسير به إلى الأمام، للأسف تأتي هذه الخطوة ونحن هنا نحمل الجهات الوصية وزارة الشؤون الإسلامية والإدارة بعد ذلك بكامل المسؤوليات لما يترتب على هذه الخطوة من عواقب وخيمة. لكن الأساس نحن نقول أن ماشيين في نضال من أجل استمرار المعهد العالي، من أجل بقاء المعهد العالي، من أجل المعهد العالي يرجع له ألقه ومكانته الرائدة ليشهد بها القاصي والداني سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي. وفي هذا المؤتمر نختار نقول على أيضا نطالب أيضا لكل أصحاب الضمائر الحية البرلمانيين وأئمة وأصحاب رأي عام لأن يقفوا معنا وقفة رجل واحد في وجه هذه الخطوة التي هي خطوة ليست من الناحية القانونية هي فاقدة الشروط، ومن ناحية أيضا الأخلاقية والقيمية حقيقة لا 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 يقبلها صاحب عقل ولا صاحب ضمير حي. وبعد فإن أعمال المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية المنتسبين لقسم الكونفدرالية الوطنية للشغير الموريتاني للمعهد يرفضون رفضا باتا السعي في إغلاق المعهد العالي أو تصفيته، بالإضافة إلى كونه صرحا علميا عريقا يمثل واجهة حضارية وثقافية للبلد، فإنه كذلك يمثل مصدر رزق مجموعة كبيرة من أبناء هذا الوطن الغالي، ويمثل مصدر اعتماد أسر كثيرة اكتتب معيلها بالمعهد بمدينة نواكشوط وبنت على ذلك مخطط حياتها العامة. وتخوفاتنا مشروعة ومطالبتنا بإزالتها مشروعة هي الأخرى. مشروعة تخوفاتنا لأسباب كثيرة يتعلق بعضها بالحياة العامة للمؤسسة ويتعلق بعضها بالحياة الخاصة بالعمال. ما يتعلق بالحياة العامة للمؤسسة هو غلق أو إغلاق باب التسجيل للسنة الجامعية الحالية 2011-2012. ماذا يعني غلق باب التسجيل؟ باب التسجيل يعني فقدان مكون أساسي من مكونات المعهد اللي هو الطلاب. وماذا يعني فقدان الطلاب؟ يعني فقدان المكونات الأخرى اللي هو الأساتذة والعمال. وبالتالي هذا الشخص يتعلق بسير المؤسسة العامة، هذا التخوف. التخوف الثاني اللي يتعلق بالعمال هو يتمثل في تقزيم مستحقاتهم المالية وعدم صرف، تقزم أولا ومن بعد لا تصرف إلى بعد التي والتي. في مجموعة من الأمور تتعلق بالعمال منها كنام صندوق الوطني للتأمين الصحي، ومنها صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنها ساعات الإضافية، ومنها مستحقات لباس عمال، ومنها مجموعة من المستحقات المالية تقوم الدولة والإدارة العامة والجهة الوصية بتقزيمها ومن ثم عدم صرف، وبالتالي هذا ضرر خاص بالعمال. طلب على وقفتهم التي نابت عن المجتمع الموريتاني ونابت عن أعمال المعهد العالي ونابت عن كل من له ضمير ديني يرى مؤسسة وطنية هي الحاضن الحقيقي لعلوم اللغة العربية والعلوم الإسلامية تحيد أو تغلق أو يقضى عليها ويأبى الله إلا أن يتم نوره. إننا نمر الآن بجولة من أعتاء جولات السراء أو أعتاء جولات استهداف الهوية الإسلامية والهوية العربية في البلد في الوقت الذي تعود فيه الأمم من حولنا إلى أصالتها وتعتز بكرامتها، تعود إلى ترادها، تعود إلى هويتها الحقيقية، ونحن نستهدف هذه الهوية ونحاول القضاء عليها. إن المعهد العالي أنشئ بقرار سيادي وأصبح مؤسسة وطنية ملك عام للوطن على المواطنين أن يسعوا للدفاع عنه، وأية محاولة لإغلاقه أو تحييده أو تحجيمه هي استهداف واعتداء على الهوية الإسلامية والعربية للبلد، وهي تحييد وقضاء على المحضرة الموريتانية. فعلى خريجي المحضرة وأبناء المحضرة وقادة الرأي الذين كونتهم المحضرة
أن يقفوا في وجه هذا الاستهداف الذي هو ليس استهداف للمعهد العالي ولا لطلبة المعهد العالي ولا لأساتذة المعهد العالي، وإنما استهداف لهوية الوطن واستمرار سفارته العلمية التي ما زلنا نعيش على ذكرها الحسن، وهي خريج المحاضر. فإغلاق المعهد العالي يعني سد الباب أمام ولوج طلبة المحاضر إلى الوظائف الوطنية، وأمام مشاركتهم البناء الفاعلة في بناء الدولة.